صباح الخير متابعينا راح اكون معكم انا اليوم كوتش وليد أصلان الكوتش نتالي. صباح الخير كوتش. اليوم تمارين راح نلعب باك وترايسبس. طبعا تعودنا قبل كل تمرين راح نعمل ستريتشنج وورم اب. راح نبدا بالورم اب هلا. تفضلي. Good stop. نعمل stretching. Right. Switch. Switch four. Good switch. Shoulder right. طبعا الستريتشنج عشان نتفادى الاصابات كامله. سويتش. لازم نعمل قبل التمرين وبعد التمرين. جود كوتش. لور. جود ستوب. لورا. جود. رح نبدأ أول تمرين. أول تمرين رح نبدأ هو ديد ليفت. جو. 1 طبعاً أربع جولات، كل جولة من 12 ل 15 جولة. أهم شيء نتنفس وإحنا بنلعب. بتكون الحركة يعني مو سريعة، وسط بهذا الشكل. ستوب. التمرين الثاني راح نعمل ايدينا سبعة بهذا الشكل ونعمل سحب للخلف. راح اجيب لكم انا من زاوية ثانية بهذا الشكل. فايف جود سكس سيفن ايت ناين ستوب. التمرين اللي بعديه راح يكون رقم 8. نسحب 1 جود 2 3 حركة ابطأ 4 8 9 10 2 مور ستوب. التمرين اللي بعديه نفس الموشن نفس التكنيك رقم 11. هاي الطريقة راح نسحب سحب جيد ستوب. هذا راح ناخذ راح نقعد على الارض. تفضلي. راح نلعب ترايسبس 1 دامبلز. Three, four. طبعا نزلنا سبورت بس بنحط ايدينا هون عشان نحمي الاصابات. جود ستوب. ليد الثانيه. طبعا زي ما قلت لكم اربع جولات، كل جوله من 12 ل 15 جوله. اهم شيء نتنفس واحنا بنلعب. جود
ستوب على التمرين الثاني، راح يكون داخلي نفس التكنيك زاوية 90 بس داخلي بهذا الشكل. سويتش قد ستوب. هلا راح نوقف وحده داخل وحده، راح نعمل كيك باك. خليك الموقف هيك، انا بعمل طريقه زاويه ثانيه بهذا الشكل. Good switch. Good stop. احنا نلعب اخر تمرين. One, good two. 3 4 5 6 7 8 9 10 5 more 5 4 3 2 1 good switch 1 2 3 4 5 good 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 stop. يعطيك العافية كوتش، وياكم نكون خلصنا التمرين ونتابع باقي الفقرات مع دنيا.